الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت إحصائية جديدة لوزارة النفط في العراق عن تراجع الإيرادات النفطية للبلاد في عام 2023 رغم ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 1,230,000,000 برميل خلال العام الفائت. وأكدت الوزارة أن الصين والهند تتصدران الدول الأكثر شراء للنفط العراقي في وقت تم الانتهاء من حفر 67 بئرا نفطية جديدة بحقول شمال وجنوبي البلاد. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 91% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 188 مليون دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 205,298,248 دولارا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1,305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1,310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1,310 دنانير لكل دولار ذهبت بشكل نقدي. كشف مشروع الموازنة العامة للأردن لعام 2024 أن الحكومة تخطط لاقتراض حوالي 7,500,000,000 دينار لتغطية عجز الموازنة وبنود مالية أساسية وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية في إطار الإنفاق الرأسمالي. وبحسب البيانات المالية فإن الحكومة الأردنية ستقترض 5,510,000,000 دينار من السوق الداخلية ومن البنوك ومؤسسات مالية أخرى مثل مؤسسات الضمان الاجتماعي، كما ستقترض 648 مليون دينار من خلال إصدار سندات محلية بالدولار، وسيجري اقتراض بقية الأموال من السوق الدولية من خلال مؤسسات التمويل والمشاريع الرأسمالية، وذلك لدعم الموازنة. قال سفير تركيا لدى أديس أبابا باراك باران إن الشركات التركية العاملة في أثيوبيا يبلغ عددها حوالي 200 شركة تنشط في مختلف القطاعات وفي مقدمتها البناء والصناعات الدوائية والغذائية. وأوضح السفير التركي أن قيمة صادرات بلاده إلى أثيوبيا اقتربت من 290 مليون دولار خلال الأشهر 11 الأولى من عام 2023، مضيفاً أن قطاع الصلب يستحوذ على الحصة الأكبر في صادرات تركيا إلى أثيوبيا. رجحت صحيفة فاينانشال تايمز أن يكون العام الجاري 2024 عام تراجع الفائدة المرتفعة التي أرهقت أسواق المال الغربية ورفعت كلف الديون للاقتصادات الناشئة. وتوقعت الصحيفة أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، حيث أدى تراجع التضخم إلى تغذية التوقعات بين المستثمرين والاقتصاديين بأن الأسعار باتت تحت السيطرة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.